طب يلا بقى نشوف بقى لعبه الفراسه ولعبه الشراسه بتاع الانسه لوجي، يعني متعلمه وبتسمع الكلام. هعد لها واحد اتنين في عدد ثلاثه، هتسمع الكلام وتعرف انا بقول لها ايه، اكن بفهم طفل صغير بالظبط. يلا بينا. يلا يا كلبه اقعدي على حيلك، يا كلبه يا بنت الكلبه اقعدي على حيلك. اه نسيت، طب لو سمحت يا انسه اقعدي على حيلك. لا برافو، ارجعي ورا شويه، يا سلام على الادب، اقعدي اقعدي يا لوجي. ايوه كده اقعدي، ايوه على حيلك واقعدي. لا برافو كده بتسمع الكلام برضو يا عم، مش فراسه. تعرف الفراسه في ايه؟ لما اقول لها اقف على حيلك يا انسه وانا اطبل لك. يلا فوق. يا عم مش فراسه، طب لو سمحت يا انسه اقعدي تاني مكانك. يا سلام على الادب، يا سلام. برضو يا عم كل ده بقى مش فراسه. تعرف الفراسه في ايه؟ الانسه دي لوجي متعلمه بتسمع الكلام، بتعرف انا بقول لها ايه، يعني لو قلت لها يا كلبه برضو ما بتسمعش، لازم اقول لها يا انسه. طب يا كلبه اقعدي على حيلك، يا كلبه يا كلبه. طب لو سمحت يا انسه على حيلك. برافو، ارجع ورا شويه، كمان حبه، كمان كمان شويه بس. شد فرامل يا لوجي واقعدي، يلا شد فرامل واقعدي. يا سلام على الادب، يا سلام. طب اللي يحب ربنا بقى يا اولاد يسقف لها بقى لو ما بيسقفش. برضو يا عم مش فراسه، تعرف الفراسه في ايه؟ تعالي يا لوجي. برافو. الفراسه بقى لما اقول لها يلا يا انسه لوجي على حيلك واقعدي على طول، متعلمه وبتسمع الكلام. دي بقى شنطه الانسه، يعني يعتبر بيتها المفضل، يعني خليكم معايا. يلا يا انسه تعالي هنا ونامي على جنبك. دي فقره الانسه لوجي، وبرده ده كله مش فراسه. تعرف الفراسه في ايه؟ الفراسه بقى لما نولع النار. خليك معايا انا، يلا. الهواء عامل مشكلة. اه عايزين نعيد فقرة الأنسة دي، حلوة عاجبة الناس. طب ماشي فيها. طيب عشان البتاع مش عايز يولع. اه تاني اوكي الولاعة. طيب محدش معاه ولاعة؟ ولاعة ولاعة ولاعة. وانا وكمان بقى برضو الأنسة لوجي أصف الله تيجي زي البن آدم أهو. لوجي تعالي. برافو تعالي يلا. وكمان من غير أي حاجة، يلا يا لوجي لو سمحت اقعدي على حيلك. ها فوق، يلا يا لوجي يلا فوق. ها برافو، ارجعي ورا، كمان كمان شوية، حبة كمان كمان يا لوجي. يلا فوق، هوبا يلا. ها برافو، ارجعي يلا فوق. برافو كمان كمان، يلا هوبا 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 هوبا، يلا كمان كمان بس. عدي عدي عدي. ودي بقى فقرة النار. فقرة النار؟ بعيد عن الكلب. بس دي مش عادية ولا سهلة. ليه بقى؟ اللي أنا بحطها في بقي وبحط جاز كمان في بقي، دي لازم كنت صنعة ولازم كنت أنا خبير فيها عشان هنا الحل. وطبعا ما ينفعش الجاز ينزل في معدتي. بعمل فرق بين النار وبين الجاز، هنشوف مع بعض. نشوف. Gracias.
جاهز يا ابو بسمله. تعالى كده عشان الشارع. اوكي. بص بقى يا عم، بيقول لك دي فكره النار، ولا فراسه ولا جدعنه. بيقول لك ايه بقى الفراسه والجدعنه؟ خليك معايا 3 دقايق. يلا بينا. يلا بينا. بسم الله. برضه يا عم، برضه ده كله برضه مش فراسه. الفراسه بقى لما احط الجاز في بقي ونشوف هنعمل ايه. ده متعدد المواهب يا جماعه. تشرب ولا ايه؟ تشرب ولا ايه؟ اوبا الجاز هو طب اللي يحب ربنا بقى يسقف بقى. سقف سقف يا جماعه. تسلم ايدك يا عم. عايزين نعرف انت بتعمل ايه بقى؟ دي بقى تخريج سرج كومي، تمام؟ اتفضل. دي تخريج سرج كومي، العاب سحريه. اول لعبه الانسه لوجي. الانسه لوجي يعني متعلمه ومتدربه ومعلمه ازاي تسمع الكلام زي ما احنا دلوقتي شفنا. تاني حاجه النار دي يعني برده مش اي حد يحطها في بقه. طبعا غريبه ان البني ادم يحط جاز ويحط نار، تمام؟ طبعا دي بيقول لك ايه موهبه، تمام؟ بس هي يعني في الاساس بتبقى حاجه حلوه للاولاد للناس. فقره جميله بيحبوا يتفرجوا عليها. يعني هدفك كله ان انت تسعد الناس والاولاد. اما حاجه اسعد الناس والاولاد. طبعا ادام الاولاد كلهم المصريين فرحوا وادام المصري دمه خفيف من الاول يبقى اكيد هيكسب. عايز الناس عايزه تتفرج على العرض الثاني بتاع لوجي. الانسه لوجي؟ لا دي كده لوجي هتاخدكم مني. كده لوجي هتاخدكم مني. خلاص اوكي ماشي. لوجي ثاني؟ اوكي نصف الله. نصف الله يا جماعه. على حيلك يلا فوق كاتش. على حيلك يلا يا لوجي. ها برافو. يلا فوق. يلا هسقف لك. يلا هوبا كاتش. يلا فوق. ها كاتش. يلا برافو. كمان كمان يا لوجي برافو. ايوه كده برافو. ارجع ورا. كمان كمان يا لوجي حبه. كمان كمان يا لوجي كمان. برافو. لا برافو برافو. هوبا يلا تعالي بقى تاني. يلا لف زي ما انت فوق. يلا هوب كاتش. يلا ها برافو. لا برافو. يلا اهو. يلا ها 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 بس اقعدي على حيلك واقعدي. ها ودي بقى الانسه لوجي والفقره بتاعتي. ودي يعتبر بنتي الثانيه. بنتك؟ طبعا. بتراعيها؟ اكيد. بتاكلها وبتشربها؟ طبعا اكيد. علمتها ازاي ده؟ دي يعني كانت عندي وهي صغيره. طبعا انا مدرب اصلا في اساس يعني حيوانات. بدرب الحيوانات. حلو. تاني حاجه انا يعني من زمان في الشغلانه دي. ودي يعني بتبقى ذكاء.
تمام؟ اذا كان انا كان هوايتي ان انا اعمل حاجه حلوه، طبعا ما قدرتش وما عرفتش اوصل لها، حبيت ان انا اعمل الحاجه دي عشان ابسط الناس وتبص برضو من جوايا. حلو قوي. ممكن نشوف بقى العرض تاني بتاع لوجي تاني من الاول. آه ويا بتروس. اوكي اوكي بيدخل الشنطه. اوكي يعني شوفوا بيوريك طبعا انا لازم احط لها الحبل ده ماشي، اللي هي ايه يعني تعرف كده اللي هي لا 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 من غير ما انا ضربتها من غير، بس انا عشان ايه بحب اللي انا ابص لها بعيني تعرف انا عايز ايه. حلو قوي. تمام بتفهمك؟ اكيد اكيد لازم تفهمني اللي هي يعني ما ازاي صاحبتي وازاي بتسمع الكلمه. انا يعني انا اهو بص من غير كلام اقعد على حيلك يا لوجي يلا فوق. ها اكيد زيها زي البني ادم، بس الفرق اللي هي حيوانه بس ذكيه. اوكي حلو اوكي يلا بينا يلا بينا. جميل احمد الحاوي ما شاء الله عليه يعني يبقى كده يلا بقى يا هنسة لوجي انت عليكي لعبه وانا عليا لعبه. طب لو سمحت يا كلبه اقعدي على حيلك يا كلبه. طب اقعدي على حيلك وانا اجيب لك حاجه ساعه. طب لو سمحت اقعدي على حيلك كده. يا سلام شوف يلا ها يلا الرقصه. يلا يا هنسة انت عليك ترقصي وانا عليا اطبل لك. يلا فوق دي برضو اللي هي الاخيره ودي بتاع الشط على لوجي. بتاع الشنطة دلوقتي. اوكي. عديت علينا يا لوجي، تعال ورايا، اقف بس، خش. ودي العرض الشنطة بتاع الأنسة لوجي، لما بقول لها خشي ويعني ما بدربها برضو اللي هي تخش جوه شنطة. وبمشي بيها، وبركب بيها العربية. يعني أنا بمشي بيها، بحط. دي البيت بتاعها. ما أنا بقول لك دي الأوضة والصالة بتاعتها. بس ما بتطلش على بلكونات بقى ولا بحر. يلا يا انسه لوجي يلا جوه. دي بيت الانسه لوجي المفضل بتاعها. بس هي كده طلعت عشان تفضل واقفه جنبية. تمام دايما معاك لوجي على طول. طبعا لا 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 بتفضل معايا على طول وبنزل اي مكان بيها والحمد لله رب العالمين. حتى ساعه الفيلم بتاع الاستاذ باسم سمره وخالد الصو بتاع صندوق الدنيا. حلو قوي. نازل فيه كنا عاملينه في وسط البلد عند طلعت حرب. تمام طبعا حبوا ان هم يجيبوا يعني واحد بديل ليا اللي هو يعمل زي ايه نفس اللي انا بعمله. ما عرفش وانا اللي عملت الدور. لا اصل الحاجه دي موهبه ما شاء الله عليك يعني. لا لا هو الحمد لله اولا، بس هي بترجع لحاجتين اتنين. بترجع اولا يعني للثقه بتاع البني ادم. انت لو نفسك جواك تعمل حاجه تعجب الناس هتعملها بايدك انت. تمام يعني انا بيجي لي شغل في اللهم صل على في مدارس، بيجي لي شغل في دار ايتام. بروح بتروح تساعد الناس. بساعد الاطفال. ما هو بص صل على النبي واقول لك على حاجه، انا بحب قوي 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 اروح الدار بتاع اللي هم المعوقين. احب فرحتهم، احب اشوفهم مبسوطين. قلت لي جمله كده قبل الغايه حلوه قوي اللي هي قلت لي ضحكه الطفل تساوي ملايين. طبعا ضحكه الطفل المصري تسوى ملايين. مش بفلوس، عمر ما الفلوس هتضحكك ولا هتبسطك، اما حاجه تبسط اللي قدامك بقلبك وبراحتك. صح؟ ليك كام سنه فعلا؟ انا بقالي دلوقتي في الشغلانه دي يعني دخلت بحوالي 15 سنه. 15 سنه؟ يعني كان عمري بتاع 15 سنه، انا دلوقتي يعني ماشي في 31 سنه. تمام؟ بس يعني الحمد لله الحمد لله اللي انا حبيت. انا كان نفسي اعمل حاجات كتير، كان نفسي. ليه اتسميت احمد الحاوي؟ دي لقب. ده لقب يعني عشان مش عشان اللي انت. لا 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 لا, لا لقب لقب يعني حتى لقب الحاوي. فيعني انا ايه بدل ما اقول احمد محمد احمد كذا، لا احمد الحاوي. ليه احمد الحاوي؟ اللقب بتاعي، الحاجه الوحيده اللي انا حبيت ابسط بيها الناس وابسط بيها جوايا. تمام يعني انا كان نفسي يعني امثل، اطلع في التلفزيون، اطلع اللي جوايا. عايز بقى اعرف حلم احمد ايه؟ انا حلمي هما حاجتين اتنين، رضا ربنا وام عليا، تاني حاجه اعمل الحاجه اللي انا بحبها.
بس مش لاقي اللي يساعدني فيها. اللي انت نفسك فيه يعني؟ انا نفسي بصراحه ابقى في مكان اشتغل فيه والاطفال حواليا والناس حواليا والاقيهم مبسوطين وانا ابقى مبسوط من جوايا واطلع المجهود اللي انا عايز اطلعه. يعني حتى في حاجات جوايا مستخبيه مش عارف اطلعها ليه عشان ما فيش امكانيات. يعني حاجات افرص من كده واحسن من كده بس الامكانيات هي اللي تخليك تعمل كل ده. يعني احمد نفسه يمثل ولا نفسه يشتغل نفسه يكمل في الشغلانه دي؟ بصراحه انا كان نفسي وانا صغير يعني اطلع ممثل بس الشغلانه دي خلتني لما شفت الناس بتتبسط حتى ببقى ماشي بلوجي في الشارع ابص عليهم بيضحكوا الاقي اللي يطلع التليفون ويصورني يقول لي ايه الموهبه الحلوه دي ايه الحاجات الحلوه اللي في مصر اقول له عشان مصر هتفضل دايما اصيله عشان كده بتطلع حاجه حلوه ودايما مصر هتفضل تطلع حاجات الناس تفتخر بيها. يعني الشغلانه دي كانوا بيقولوا انقرضت مفيش منها. لا مفيش حاجه اسمها انقرضت في حاجه اسمها موجوده وهتفضل موجوده. حلو قوي. بس عايزين اخر حاجه بقى احمد نفسه في ايه بيتمنى ايه ليك امنيه معينه اكيد؟ انا بصراحه بتمنى من ربنا اللي انا اعمل حاجه بس حاجه يعني في موجود اللي انا عايز اعمله بس هو ده اللي انا عايزه. يعني احنا شفنا احمد الحاوي والعرض بتاعه الشارع هنا هو كل هدفه ان هو يبسط الناس ويسعد الاطفال بيعمل العرض ده. هو شاب بسيط شغال ليه حوالي 10 او 15 سنه درب الكلبه ودرب نفسه على العرض بالنار. احمد من الناس المكافحه في مسائل بنام عليها وبيطلع ناس فويه وفي طاره فيها سكاكين ونار وفي حاجه اسمها سيرك كامل. لا انا عندي بس ما فيش المجال. يعني انا ممكن اعمل فرقه. ليه ما رحتش السيرك مثلا؟ هقول لك يعني السيرك بيعوز توصيه وناس وانا لو اتعرض عليك مثلا حاجه زي كده. لا اكيد اكيد لو لقيته مناسب ليا وفي لقمه متعيش ليا واللي قدامي مقدرني في الحاجه اللي انا بعملها خلاص انا اتمنى مش هكره. يعني انا اتمنى بس احمد اللي بيقدم العرض بالكلبه لوجي بدمه الخفيف بروحه الحلوه بيبسط الناس اللي في الشارع. كنت معاكم انا محمود الامين. شكرا لحضرتك.